معايا شوربة الطماطم صيامي على الشاشة، عشان طبعا احنا مع بعض اخواننا المسيحيين احنا بنعمل اكلة صيامي، اكلتين صيامي كل يوم عشان نفطر مع بعض. وكالعادة على شاشة القناة الاولى لنا مفاجآت في ايام العيد، وهنعمل الديك الرومي وهنعمل كل حاجة حلوة نفسكم فيها بإذن الله تعالى. معانا طماطم مضروبة او عصير طماطم، معانا بصل وتوم وكرفس جاهز، وهعمل شوربة الطماطم صيامي بزيت الزيتون. حلو، سيب المبكبكة على النار بتستوي. هنجهز طبق التقديم للزلابية وشوربة الطماطم بتاعتي جاهزة زي الفل على النار. بس بصراحة عايز اعمل لها طشة حلوة كده ادلعها، يعني شوربة الطماطم عجباني. او ما اعمل ايه بقى، اجيب طاسة اخدم عليها، ما لما طالما انا عايز اعمل شوربة طماطم صيامي اخدم عليها، ومعانا من الوقت الكافي. نار زي دي كده، هنحط في النار دي يا عم الشيف معلقتين زيت زيتون، هو المفروض زبدة بس دي صيامي، كفاية الزيت ده كده. وهنحط في زيت الزيتون ده تومة حلوة، كأنك بتعملي طشة ملوخية يعني اهو. حلو، ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. اخبار الزلابية ايه؟ تبص عليها كده اهي الطشه بتاعتي. يلا اهي، بص يا اخوانا، يلا ادي شوربه الطماطم اهي اهي اهي. العب العب هنا اهو حبيبي، هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده. دي شوربه طماطم ولا ملوخيه دي يا شيف؟ شوربه طماطم صيامي اهو. يا ويلي الف انا وشيف اللي ياكل. معلقه سكر عشان اللي يشرب منها من كبار السن ما تجيلوش مشكله في الحموضه اهي. يلا قلبها واغرفها. خلصت شوربة الطماطم واحنا مع بعض. هنشوف زلابية دلوقتي تاكل صوابعك وراها. اه. الله اهي. ألف هنا وشفها. طبق الشوربة. بسم الله. ممكن نحط كرفس حسب الرغبة. ممكن نحط عينيا. اه. حاضر حاضر عينيا اهو. تعذبني انت بس بحبك اهو. صوت 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 قوي 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 قوي. العب اهو. تمام، دي شوربة الطماطم. مش مطلوب منك تاني تخش المطبخ تعملي الاكل ده كله، خلي بالك. احنا بنعمل عشان نتعلم، عشان نستفيد، عشان يبقى عندنا اكتر من اختيار، اكتر من اوبشن، ان احنا نبقى على السفرة بتاعتنا فيها تنوع. كل ده اهو. عيني حاضر اطلعها ده. انا بخليها تقرمش بس، انا عايزه ايه اسمع صوتها كده وانا باكلها. اه بس روق الدنيا دي كده. حلو